اكتشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقريره الدولي أنه تم رصد 10 شائعات انتشرت في 8 أيام. الحكومة عشان يعني بتعاني من هذه الشائعات قررت أنها تعد لمركز إعلامي داخل مجلس الوزراء أنه يبقى قاعد كل شوية يرصد هذه الشائعات. إيه هي الشائعات اللي اتقالت؟ قالوا ده معاش تكافل وكرامة توقف، ما حصلش. وتكافل وكرامة ده حاجة من أروع الحاجات اللي اتعملت في مصر لتوفير العدالة الاجتماعية، وناس كتيرة بتعتمد عليه. بطمن كل أهلينا وناسنا اللي في القرى يعني اللي بيعتمدوا على هذا المعاش، هذا المعاش مستمر ودي إرادة الدولة ولا يوجد أي مساس به. كذلك أشيع أن هناك فرض ضرائب على المصريين في الخارج، لا يجوز وما ينفعش ومش حقيقي. فرصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقريره وجود هذه الإشاعة، لذلك أيضا نفاها. كمان قالوا أنه لما رئيس الوزارة راح يزور مستشفى فجابوا موظفين حكومة يقعدوا مكان المرضى زي اللي كان بيحصل زمان ويعني يمثلوا دور المرضى. البلد اتغيرت بجد، مش مثلا بنقول كده بمناسبه ان احنا في الاعلام، انا ما بقولكش ما فيش اخطاء، في اخطاء، بس الكلام بتاع زمان ده بقاش يحصل. يعني صدقني كلام زمان ده ما بقاش موجود، فبالتاكيد مش ممكن الحكومه هتعمل كده. جميل ان الحكومه عندها مركز اعلامي يرصد الشائعات، بس الاجمل ان حضرتك ما ترددش شائعات ما عندكش مصدر ليها عشان نحافظ على مجتمعنا. خلونا نشوف التقرير.